يوجد فيه واحد النخبة اللي هي غيور على المدينة ديال دريوش. كما أرحب بالسادة الأعضاء الجدد الوافدون الجدد، لأن كيتواجد من بيننا اللي عندهم كفاءات، اللي هما قطر، اللي إن شاء الله تكون اليد في اليد من أجل خدمة هذا الوطن. واستجابة كذلك للخطاب الملكي الأخير اللي كيحث عليه أن جميع المنتخبين يقوموا بواحد العمل جبار من أجل النهوض السكينة والنهوض بهذا البلد العزيز اللي الله سبحانه وتعالى جعل فيه الأمن وجعل فيه الاستقرار. السلطة ديالنا والملك ديالنا كيدير ما في المجهود ديالو باش إن شاء الله هذا البلد ديالنا تزيد تنمية وتزيد في الازدهار وتحسين طبيعة الحال الحياة ديال السكينة ديال المدينة ديالنا. إذا أنا جد فخور وأحيي جميع اللي فازوا في الانتخابات، لأن الفوز ديالهم شخصية ديالهم طبيعة الحال، وكاينة ثقة وأمانة بين هاد السكينة على العاتق ديالنا أننا نخدموا بكل أمانة ونشتغلوا بكل صدق مع نكران الذات ونتحدوا على الكلمة ديال اللي غتنجحنا ونتفقوا على الكلمة اللي غادي تمشي بالمدينة إلى الأمام. إذا نحن فرحين كلنا ونمد اليد اليد ونشتغلوا باش نكونوا بطبيعة الحال أولا عند حسن ظن ملكنا وعند حسن ظن هذه الساكنة اللي صوتت علينا ودارت فينا الأمانة. يوفقنا الله سبحانه وتعالى ونعتبر أنفسنا من هذه الساعة إخوانا باش نتحدوا إن شاء الله العمل الصالح لهذه المدينة هذه، والله يوفقنا. إذا شكرا لكم جزيلا، وأظن أن كلمتي هي هذه الأخيرة. وفقنا الله سبحانه وتعالى ونمر باش نديروا برقية الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله. أتلوها.